ما يدوزوش اليوتيوب والله ما يدوز. الحمد لله فرحونا اليوم فرحة كبيرة، كنشكرهم على هذا الأداء هذا وعلى هذا الفوز اللي هداوه لينا. فرحوا المغاربة، فرحوا الشعب كامل. انتم كتشوفوا كيدير الشعب، كلشي فرحان، كلشي ناشط، الحمد لله. شكرا لهم بزاف، شكرا لهم بزاف، شكرا لهم بزاف. أتمنى الوالدة حتى هي خارجة معنا، فرحانة حتى هي الوالدة ديالي وخوالاتي. الحمد لله خرجوا العائلة وخرجوا كلشي ومربوحة إن شاء الله. داروا مستوى اللي كبير بزاف بزاف، وعندنا فريق غزال تبارك الله، وان شاء الله فرحانين بزاف اللي وصلت دومي فينال وفينال، علاش لا، وكوب دي مون ديوتي علاش لا، وديما مغرب وعز سيدنا. وشكرا للعابه كاملين والركراكي، تحياتي. بالك المغرب يديك كاس العالم، نقدروا نفوتوا كاس العالم، وماشي واخا ما يديوش، المهم غير هذا النيفو اللي وصلنا ليه راه هو نتيجه كبيره بزاف وشرف لينا، والحمد لله حضرنا ليه بعد اليوم كاملين. مي تنقول راس المقابله ديما تيبقى في عيني وبولو انا. هاني يا جورجي ديما مغرب ديما مغرب. انا بعدا بغيت غنقول انا فرحان نكون مغربي وفرحان المغرب. تبارك الله على فرقه امرابط ام الله بونو حكيمي زياش بوفال اللي كان، تبارك الله علينا راس لافو كان نبغيو. تبارك الله المغرب حنا غاجين هاي فرنسا غنديوها، واللي داز فينا حتى هي غنديوها ان شاء الله. اول كاس غيجي المغرب، غيجي الدار ان شاء الله يا ربي. طبعا المنتخب المغربي يقدر يدي كل شيء، حنا وصلنا حتى لهنا بيان سور غنديوها. وليد الكراكي وليد ونبغيوك، وتبارك الله فرحتينا كنا حنا مغاربه، والله يديك الجنه ان شاء الله. امين امين. الله يديك الجنه ان شاء الله. هاك بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بانه انجاز تاريخي، نساو تمارين ما عشناش هاد اللحظات، حنا كجينيراسيون جديده اهم شيء هو انه الانجاز هذا. اول فريق افريقي وعربي كيحتل كيمشي للمربع الذهبي، الحمد لله الحمد لله. مازال افرح ومازال ان شاء الله نزيدوا اكثر واكثر ان شاء الله. شوف ماتش بار ماتش الطموح غادي وكيزيد وتيكبر، والمغرب راه معروف علينا حنا مغاربه تنموتوا على بلادنا، وغنزيدوا نموتوا ونزيدوا نقتلوا ونزيدوا نقتلوا، ومازال ان شاء الله تبارك الله عليهم ما شاء الله الله يحفظهم. نتمناو يديو الكاس، المهم النتيجه كانت جد مشرفه، تقاتلوا في الملعب ما شاء الله ما شاء الله، ولكن كل شيء على وليد الركراكي تبارك الله التاكتيك اللي كيخدم به هائل هائل هائل، وبرافو ان شاء الله نجيب السامر، وحنا راه تايقين فيك ونبغيو لك ان شاء الله تجيب لنا الكاس. الله ييسر لك امورك، سير تماركي. الحمد لله كما كاع في الجميع المنتخب حاولوا داروا الجهد ديالهم، وحنا ان شاء الله هنا كنساندوهم، وان شاء الله هادشي باقي ما ساليناش، باقي ان شاء الله ندوزوا للفينال ان شاء الله، ولما لا هاد الكوب تكون ديالنا و الركراكي فوق راسنا، وان شاء الله غنلفوا معاه. والحمد لله كما فرحنا جاب العصبه للمغرب، ان شاء الله غيجيب كاس العالم. كريستيانو رونالدو داكشي اللي فيه ساله بكل صراحه. كريستيانو رونالدو يعني اخر المقابلات ديالو، مادام انه كاين امرابط والرجاله ما كاين لا رونالدو لا والو، ان شاء الله ما يخدعنا لا مبابي لا ديمبيلي لا والو، ان شاء الله المغرب. اداء جيد جيد جدا، وكنفتخروا بالمغرب ديالنا وبماليكنا، وديما مغرب ديما مغرب، وعلى كوب ديالنا والعقبه الكاس كنتمناو الرجال ديالنا اللاعبين ديالنا جيد. انا بعدا عجبوني اداء جيد، وتحيه لزياش ورقم واحد وتحيه لوليدات الركراكي ديما، وديروا النيه. هذا اش غادي نقول لك، خرافي. كان غلط اليوم هو دخل داك الشطيره، كان غادي يقلب على الماتش. صراحه مستوى ضعيف ديال جدا، ما يستاهلش يلعب في المنتخب المغربي، كان غادي يخرج بحمراء، كان غيطلع لنا الماتش، ولكن الحمد لله الاقدار خلاتنا ندوز. السلام عليكم، كنشكر جميع اللعابه والمنتخب المغربي على التتويج ديال كاس العالم. زيد كمل يا حكيمي وعاصفوك هي 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 وعا
خلاص قال لك قال لك رقراقي سير بني غدا وبرا وغتخرج حكيمان فوكو سمودو لا كوب ديالنا ان شاء الله هادشي اللي كاين في المغرب. السلام عليكم كندير واحد الفوز جميع الغدا عندنا سياس لا 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 شحال عوناش لا 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 عندنا سياس لا 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 شحال عوناش لا 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 عندنا سياس لا 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 هاد الفوز هذا كنديرو لوالدينا والشعب المغربي وكل رجال وديما راسنا فوق وديما ولا كوب دي موند هاد العام ديال المغرب ان شاء الله ما كاينش الا ملي فرحوا هاد المغاربه رجاله كبار صغار ملي كتشوف كل شيء ما عندي ما نقول والله شايف 11 11 شكون اللي كان كاع كيقول المغرب غتوصل لهاد الدور كاع الله يرحم لكم الوالدين كاملين اتشلت للعابه على كل شيء الحمد لله كانت مقابله جيده شوف ديروا النيه والحمد لله تبعوا الركراكي وما كيكون الخير ان شاء الله دير النيه ضرب بارا وخرج مش هاد الحمد لله المقابله كانت جميله وشكرا للاعبين وشكرا للركراكي وديروا النيه باش ماتوا مع الحياه خويا اخويا جاتنا مباراه واعره راس لافوكك واخا انت ولادي راس لافوك هانيه بلاش خير هضر كنشوف شوف الدنيا كنشكروا الجمهور كنشكروا الجمهور وداك 21 خويا اسير عشان يصير كوره وحق قرب راه كوره علاش تنهضر علاش تنهضر بالنسبه للاداء ديال المنتخب كنشوفوا بان الدراري كاملين تقاتلوا وداروا احسن مباراه كنتمنى لهم مزيد من التوفيق وان شاء الله يا ربي كنتمناو من السي وليد الكراكي وكنهديو هذا الفوز لسيدنا السيد جلالة الملك ونهنئوه بانتصار ديال المنتخب ونتسناو ان شاء الله من الدراري نتمناو منهم ان شاء الله يديروا مقابله جايه ان شاء الله احسن من هذه تكون احسن من هذه ان شاء الله يكون التعلق ديالهم وعلاش لا ان شاء الله نشوفوا هاد الدراري كاملين في الفينال ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم فارق كبير وكبير بزاف الحمد لله فرح الشعب المغربي وحيد عليه واحد الغمه كبيره الحمد لله فاش نخرجوا تنفرحوا حنا وليداتنا بحال هكا تنساو كل شيء مع هذا المنتخب الشاب ومع الوالد الرياضي الشاب الحمد لله وهذه الامنيه هذه كنا تنتمناوها من 86 وحنا تنتمناو الحمد لله تحقق الحلم كبير لهذا الشعب المغربي كبير وكبير بزاف ما نقولش لك الفرحه قداش كبيره عندي في القلب ديالي وقلب الابناء ديالنا والابناء الجيل اللي جاي ان شاء الله اللي غنبقاو نشوفوا هذه الفرحه هذه ونعاودوها لاولاد ولادنا ان شاء الله واحترام للوالد الركراكي وهذه الهديه اللي نهديوها لسيدنا الله يطول في عمره وشافيه لينا ويخليه نحيوا الجماهير المغربيه والجماهير العالميه ثبتنا العالم الحمد لله هذه المره بلي حنا ماشي غير الصدف ولا الحظ ولكن فريمون حنا اقوياء الحمد لله مرة أخرى كنهديو الفوز لجميع الأمة العربية تبارك الله عليكم. رسالة لوالد الركراكي. وليد الركراكي راس لافوكا ما عمرنا توقعنا هذا الشيء. خويا سببت لنا في بلوكاج كازا كاملة المغرب كامل ولكن تبارك الله عليكم كاين ولا كاين بالله الله يحفظك. عليكم السلام عليكم. خويا بزاف ولكن حاد علينا غير داك الشديرة خويا مردنا كان يطلع علينا عرق في راسنا. شب حمرا بغينا يبشب. حمرا كنا ضوئيين الحمد لله ولكن مزيان والله يا شيخ مزيان. هذه المرة أخرى إن شاء الله. شكون الركراكي الله يحفظك راس لابوك انا دي عمرنا ما شفنا شي واحد بحالو الفينال ان شاء الله الله يشال الفينال بالله لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب بارطاجيو الفيديو ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.